فعل بالفعل ان شاء الله، يعني تكون قديم الاجواء المستقره درجه حراره لطيفه تميز اغلب ولايات الوطن ان شاء الله. يعني وحيجبنا خلال الايام القليله القادمه السيد اقول محمد دعقاقنا رئيس مركز التنبؤات بالديوان الوطني للارصاد الجويه. بعد قليل نعود الان لتوقعات الطقس لظهيره اليوم بحول الله. مثل ما نشاهد في الصوره تكون الاجواء العموم غائمه جزئيا مع بعض السحب الخفيفه اللي حتكون دون فعاليه، راح تميز اغلب المناطق الشماليه. احتمال هذه السحب انها فقط بالمناطق الشرقيه تمد بعض القطرات من الامطار من فتره الى اخرى. بالمناطق الجنوبيه اجواء مشمسه وصافيه تميز اغلب المناطق الجنوبيه باستثناء بعض الرعود المنعزله مع بعض السحب الخفيفه اللي حتكون دون فعل حتخص اقصى الجنوب دائما وصولا الى غايه الجنوب الشرقي. زوابع رمليه ايضا تبقى دائما تخص الجنوب الغربي منطقتين بشار وتندوف، كذلك على وسط الصحراء كمدينة غردايا وحتى مدينة عين صالح وصولا لغاية الورقلة والواد. فيما يخص درجة الحرارة القصوى اللي نسجلوها لظهيرة اليوم الجمعة بحول الله، مثل ما نشاهد في الصور تبقى دائما درجة حرارة فصلية اللي تتراوح ما بين 24 إلى غاية 27 درجة على المناطق الساحلية، تتراوح ما بين حوالي 27 درجة إلى غاية 30 درجة بالمناطق الداخلية. بالجنوب كذلك درجة حرارة فصلية تتراوح ما بين 33 درجة حتى 46 درجة على أغلب المناطق الجنوبية. أما بالنسبة لتوقعات الطقس لمساء اليوم بحول الله، مثل ما نشاهد في الصورة تبقى دائما الأجواء على العموم تكون ليلة هادئة إن شاء الله مستقرة وصافية على أغلب المناطق الجنوبية وحتى على المناطق الشمالية. فيما يخص درجة الحرارة اللي نسجلوها اليوم في الليل إن شاء الله هي الأخرى، راح تبقى دائما في المعدل الفصلي اللي تتراوح ما بين 10 درجات إلى حوالي 19 درجة على أغلب المناطق الشمالية وما بين 16 درجة إلى غاية 30 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما يخص الملاحة والصيد البحري لنهار اليوم الجمعة، قل لكل الصيادين على أن البحث سيكون لظهيرة ومساء اليوم بحول الله على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الغربية. بحر هائج وفق رياح جنوبية شرقية راح تراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة. أما على السواحل الشرقية راح يكون بحر كذلك هائج إلى قليل الاضطراب وفق رياح غربية راح تروح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة. إما يعني يوم الأحد إن شاء الله احنا يعني يتم اجتياز امتحانات الجزئية لشهادة البكالوريا. لهذا الغرض يعني نربط الاتصال مباشرة مع رئيس مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية السيد محمد عقاقنا لإفادنا أكثر فيما يخص توقعات طقس اليوم الأحد خاصة على المناطق الجنوبية وكذلك على المناطق الشمالية. نقول له صباح الخير سيدي. صباح النور يوم مبارك. يعيشك يسلمك سيدي. فيما يخص سيدي هل ما هي توقعات الطقس يعني اليوم الأحد إن شاء الله واللي حيتزامن مع امتحانات شهادة الامتحانات الجزئية لشهادة البكالوريا؟ يعني كل يتساءل عن درجة الحرارة وخاصة أنها حتزامن هذه الامتحانات مع شهر رمضان. نعم سيدي. إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة يعني هذا الابتداء من يوم الأحد إن شاء الله يكون الطقس يكون في يوم الأحد يكون غائم مع بعض الأمطار خاصة تخص المناطق يعني الجزائر يعني المناطق الوسطى وكذلك المناطق الشرقية، بينما المناطق الغربية يعني تبقى فيها بعض الغيوم العابرة. هذا بالنسبة ليوم الأحد. إلى غاية يوم الاثنين تكون كذلك بعض الأمطار على المناطق الشرقية، بينما المناطق الوسطى والغربية تكون يعني بعض الغيوم العابره، بينما درجه الحراره بهذه يعني بالنسبه للايام تاع البكالوريا تكون لطيفه يعني من المناطق الشماليه وكذلك شمال الصحراء، حتى شمال الصحراء تكون يعني درجه الحراره تكون لطيفه، بينما اقصى الجنوب يعني عين صالح واضرار وكذلك الى اقصى الجنوب تكون شويه مرتفعه نوعا ما يعني تصل الى حوالي 44 درجه. يعني وتكون يعني بالنسبه حتى الاسبوع كامل ان شاء الله تكون درجه الحراره تكون لطيفه، تبقى لطيفه يعني بالنسبه لهذه الموسم تاع البكالوريا، وكذلك يعني الطقس يكون لطيف ودرجه الحراره الدنيا تكون حتى هي تكون لطيفه تكون هابطه خلال الصبيحه. نعم تكون تاع الصبيحه تكون هابطه شويه تكون. كم ستصل سيدي كم ستصل درجه الحراره على المناطق الشماليه خلال يوم الاحد ان شاء الله؟
قد تصل الى حوالي 24 درجه، ما تفوتش 24 مناطق ساحليه، بينما المناطق الداخليه قد تصل الى حوالي نقولوا 20 حتى من 20 الى 24 درجه. نعم. يعني هذا بالنسبه ليوم الاحد وحتى يوم الاثنين شويه تطلع شويه حوالي حتى 26 الى 27 درجه. نعم. فيما يخص المناطق الجنوبيه. نعم. المناطق الجنوبيه سكان الجنوب. الجنوب المناطق الجنوبيه يعني راهي في حوالي ما بين 28 حتى 36 درجه. المنطقة يعني شمال الصحراء تكون لطيفة على كل حال بالنسبة للأيام اللي مضت، لاحظت وين شمال الصحراء حتى 42 درجة، وحتى المنطقة الداخلية ما مثل المنطقة الداخلية وصلت إلى حوالي 42 درجة. نعم الحمد لله، يعني كنوا الحمد لله نقول لهم حظ موفق لكل الممتحنين، وشكرا لك سيدي على هذه المعلومات فيما يخص توقعات الطقس خلال الأيام القليلة القادمة. ان شاء الله نقول لهم نجاح موفق ان شاء الله بالنسبه للبكالوريا، ونتمنى النجاح لكل الاولاد ان شاء الله. وشكرا وصحتكم ورمضان مبارك بالصحه والهنا ان شاء الله. الله يسلمك. بهذا ايمان ان شاء الله، يعني يوم الاحد اجواء نوعا ما قدر نقول عليها خريفيه، درجه حراره حتكون منخفضه نوعا ما على اغلب ولايات الوطن، تصل حوالي 20 درجه 24 درجه بالمناطق الساحليه، 20 درجه بالمناطق الداخليه، وتصل يعني حوالي 36 درجه على شمال الصحراء، وقد تصل 40 درجه باقصى الجنوب، يعني اجواء حتكون مستقره، درجه حراره طفى الحمد لله لكل التلاميذ حيمتحنوا يعني يوم الاحد الى غايه يوم الأربعاء إن شاء الله القادم بحول الله. نقول لهم حظ موفق وجمعة مباركة ويوم سعيد للجميع.